الواجب ديال الامن. اشنو غنعتمدوا دروك في اشنو غنشرحوا في هذا الامن؟ يعني هنا غادي بغينا نديروا فيه بحال هذا الشكل، غادي نخدموا فيه ديبلي بهذا الشكل باش يزيد يعطيني، ونديروا ديبلي هنا. راه ما خدامش، ما كنقسمهمش، يعني كنحاول غير نعطي صوره توضيحيه. عاد كتلبس خط مستقيم، يعني عاد هادو غادي تلبسو بهذا الشكل هكا، وكتعطينا شوفو نتوما دابا شنو عطاتنا. يعني داك النفخ كنقلبو عليه، بيان سور راه باقي غادي نعتمدو على واحد التول يكون واقف باش يهز، لأنه غادي نجيب واحد لاجيب ديال التول باش يعطينا هذا النفخ مزيان ويبقى محافظ. هو راه هكا راه محافظ، يعني مع التول راه هو محافظ. الو، قطعنا دابا الصياد الامام، غادي ندوزو نقطعو بعجاله الصياد الخلف، مع انني راه الخلف غادي نديرو في الطول، قلنا قبيل 150 قول 160 كاع غادي نديرو، الا بغينا راه تخيل جرجره 160 حيد 40 غنديرو 120 في الطول ديال الصياد الامام. عطيني هذا الطول البنات باش نسيرو. شحال مشى لنا دابا هنا في الثوب؟ تقريبا 2 متر و40 تقريبا. 39 زائد 84 قول 40 زائد 84 هي 124 مضروبة في جوج، هي قول تقريبا 2 متر و50 هادشي إلا ما غلطتش في الحساب. لا هي 29 ماشي 39، 29 زائد 84 هي 113 مضروبة في جوج هي 2 متر و26، ما كنديرش الآلة الحاسبة، هي 2 متر و30 تقريبا، هي اللي مشات لنا في الصاية الأولى. هي ماشي خطا هذيك اللي خدمت بها. هنا هي هذيك. كتخلي الآلة الحاسبة ماشي خطا. طوينا هنا البنات شديت 3 متر، اعتمدت على أنه غادي تكون عندي 2 متر و40 ديال الجناب. دونك غادي نطوي 1.20 على 1.20 باش ما نضيعش الثوب، غادي نبني 1.20 نحسبها ونجر على هذا الثوب، غادي نخدم باش نكون انا دابا خدام وكنقتصد في نفس الوقت. وكنشد لا جيب الاولى اللي خدمت بها هي اللي غادي نحطها وغنقاد بها. لا هنا هما الجناب دابا ديال الصايه، يعني الجهه المفتوحه هي الجناب ديال الصايه، والجهه المسدوده هي الوسط ديال الصايه، وماشي غير الصايه، الوسط ديال الكسوه كامله. غنحط هادو باش نقادهم ونقاد الاخر معاه. الصايا هذا النص ديال الظهر، يعني هذا هو النص ديال الظهر، هو اللي بغيناه مجرجر. دونك غادي نزيدو هاد المسافة كلها اللي عندي هنا تحت، تقريبا نقول 30 سنتيم هي اللي غادي نزيدها، 30 على 124 هي 124 اللي غادي تكون عندها. ندير هكذا، هانتوما ردوا البال بزاف لهاد العملية. هنا حاولوا تقادوا خط مستقيم على الأقل واحد 30 سنتيم، نديرو خط مستقيم باش كتبان الفريشة ديالها في الأرض، كتبان طايحة في الأرض. مثلا إذا درتيها غادي يجيك واحد لا بوانت هنا، غاتجي بحالنا مقنتة، دايرة بحال الزي، بحال سبعة في الأول. وضروري الجناب يكونوا مقادين معاك.
غادي نقطع نفسها يعني هنا نقطع دابا راهين باش نخدمو الفوق ديالو. يلا غادي واحد الفوق ديالو نكملو لوغو يعني الكورساج الفوقاني. عندنا الظهر بقينا فيه السلسله، الامام مسدود، باقي غندير شي قطيعات باش ندخل واحد التوب اخر يعني التوب باش يكون بشكل سواغي. الظهر خليت واحد جوج سنتيم احتياط الخدمه ديال السلسله اللي غنعتمد عليه بزاف. هو عندي في دورات الحزام 40، دورات الحزام 80، دونك الربوع فيها 20. هاد ال 20 نورمالمون هي بالنسبه لمريم راه حسبنا ليها 18، حسبنا هي 72، زدنا 8 ديال ليزونس هي 80، قسمناها على 4 هي 20. دونك هاد ال 20 هنا صدر الكتاف خدمتهم حتى هما عادي، شديت لي ميزور سيغ ميزور يعني القياسات شديتهم لاسبين ودرت ليزونس ديالي في الصدر 1.5. غادي نجي لهنا غادي نحسب 20 ديال الحزام، واحد ديال الخياطة، شحال بقى ليا؟ غادي نشوف هاد المسافة اللي بقات، بقات 4 سنتيم، هاد 4 سنتيم كتيرة، دونك 4 سنتيم خصني ندخلها حتى هي نحيدها من 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 اللبسة. غادي نحيد 3 سنتيم ديال لابانس، وغادي ندير السيغي هنايا، يعني نجمع هاكا، نعاود. عندي 20، هادي الحزام ديالها اكزاكت، زدت واحد ديال الخياطة، حسبت المسافة اللي بقات، بقات هنا قول 5 سنتيم، زدت 3 ديال لابانس، دونك دخلت بانسة، زدت الحساب ديالها، لأنه البانسة غادي نخيطها هنا، غادي نعاود نحسب هنايا المنتصف، وغنسطر خط. لانه كي قلت لكم بغيناها اجوستي على لوكور ديالي، درت البانسه 1.5 على اليمين 1.5 على اليسار، هي 3 وهي هذه اللي زدت من هنا. عندنا قطعه في اللبسه، دونك كندير 1.5 سنتيم بحال ما هو، هذا الشيء يقطع. هنايا خدمت الخط ديال الحزام يعني فين بغينا القطعة، وزدنا جوج سنتيم على حساب سنتيم اللي غيمشي من هنا وسنتيم اللي غيمشي من الكتف. التركيز عندها اكزاكت سيغ ميزور 21، وزناها 1 سنتيم باش يجي لكم مجموع بشكل ماشي تاني مجموع، ولكن فيه شوية كوكت ليزونس. نجيو للأمام نفس العملية، غادي نحسب 20، دابا حنا راه عندها في الصمطة ديالها 18، كنزيدو جوج ولا 1.5 ديال ليزونس، أنا زدت جوج، زدت سنتيم بالخياطة، كنحسب المسافة اللي تبقات، بقات 5، هاد الخمسة كتير ندخل بها ديريكت من هنا، ألوغ كندير 3 سنتيم ديال البانسة، والمباقي هو اللي كنخليه هنا. هذه عملية باش نسهل الطريقة ديال الحساب. غنخلي هنايا 12 سنتيم وناخد على حد خط التركيز، ننزل بواحد 4 سنتيم وندير سنتيم ونص سنتيم ونص. علاش ما طلعتهاش حتى لهنا باش ما نزاحمش لا بواتخين. بانسا هاد الموديل باقي بغينا ليه واحد لابانس في الجناب تكون تحت الباط، واحد لابانس تحت الباط باش تعطينا الفورما ديال الصدر. هاديك لابانس غندخل فيها 3 سنتيم حتى هي، غادي نزيد 3 في الطول، وغنجي على قياس هادي ننزل ب3، ردو البارح على قياس هاد البانسة اللي خدمت هنا. هنا راه يكون عندي كاع ارتفاع، ارتفاع الصدر يعني من جهة العنق حتى للراس ديال الحلامة يكون عندي القياس ديالو، من الأحسن نخدم به. قلنا سطرنا هذا، خليت واحد 3 ولا 4 سنتيم، تندخل البانس اللي دخلت هنايا،
ثلاثة سنتيم، كنسطر الخط في الوسط ديالو، ونعاود نقاد البانسة. بطبيعة الحال ما كنجيبهاش حتى للراس، كنخلي فيها غير نفاد الطول هذا، نخلي فيها 10 حتى 12 كاع إلا كثرت، المهم 10 كتبان لي غتجي مزيانة. وهنا البانس ديالي، غتقولوا لي راه زدتي في هذه المسافة، راه غيكون الديكالاج بينو وبين هذا. الجواب اللي غنجاوبك حتى هنا، مني غادي تجمع هاد البانسة راه غادي ترجع، يعني هاد الثلاثة اللي زدت هنا هي دخلتها، هادي غنخيطها، هاد البانس غتخيط باش تجمع ليا اللبسة. دونك مني غتجمع هاد البانس راه هادي غترجع لبلاصتها فقط. بقى لنا الشكل ديال الشكل اللي غادي ندخلو فيه هاد لابارتي ديال تهنايا. واخا غادي نبقاو دائما هنا، يعني هاد العبار غنطلع فوق منو بستة سنتيم. اشنو درت دابا هنا؟ الصدر ديال مريم، ديال الاخت ديالك، الصدر ديالها هو هذا. كنحاول من دابا غير ابروكسيماتيف فوق هاد النقطة ديال التركيز، غنطلع بواحد ستة سنتيم. يعني اشنو درت دروك؟ باش نغطي ليها صدرها، ماشي باش ندير التيلون ونخلي ليها صدرها عريان. طلعت بستة سنتيم، هادي غادي ندير هنايا جوج سنتيم، وغادي نخدم بحال ما هو. حتى هنا نطلع بجوج سنتيم، ولا نقدر نجيبها حتى كاع حتى التركيز، ماشي خاطر التركيز ماشي إشكال. دونك هاد لابارتي هادي غادي نعوضها دابا، هادي غنعوضها في الشبيكة اللي جبنا، يعني التول هادي راه غنقطعها ونحطها ونخدم بها. هادشي لأنه مخدمش الباطون، ندخلو التولة مريم في الظهر، الشبيكة هادي مزيان، نجيو لهنا ونخلي واحد 12 سنتيم، نقدر نسطرها مستقيم، وهادي حتى هي نقطعها ونعوضها في التول. دونك اشنو غندير دروك؟ غادي نقطع ديريكت هما هاد الشي باش ندير لكم قطعة فين غنقصها. ردوا البال، ما كملتش البانسة. قبل ما تنقطع البانس كنطويها بحال كي خصها تخيط، هادي هي لي هاكا. يعني هنا راه ممكن تستعملو لي زيبانكل باش تسهل عليكم نتوما هاد ديرو الفنيتين و نقطعو و كنكمل. ملي قطعتها شتي شنو عطات هاد الزيكزاغ؟ الا ما درتوش ملي غادي نخدم البانسة ديالي غتجيني مخطوفة، وغنبدا تنقلب باش نجمع، وغادي نضيق الصدر. بالنسبة للظهر هذا هو الظهر، هادو غادي نهز منهم غير الطرف الفوقاني باش نعوضو في التيل. هكذا غادي نهزو هكذا ونحطو نزيد عليه الخياطة ديالي نفس الشكل. غادي ندير لا هذا كامل، دونك ها فين غادي ندير
نضربوا هذا الطرف هذا، دونك هذا هو اللي قطعنا من الخلف بغيت نعوض، غادي نحطو هكذا وكنضيف عليه السنتيم ديال جوج سنتيم اللي غتمشي بالخياطة من هنايا فقط، يعني السنتيم اللي غيدي هاد الفوقاني مع السنتيم اللي غيمشي مع التحتاني اللي عندنا في اللبسة ديالو. باش ما نضيعش الثوب غادي نطوي غير من هنا باش ما نضيعش التول، يعني نقدر نكمل به حاجه اخرى. هادي نحط هذا في الجهه مسدوده حتى هو، وحتى هو غادي نضيف عليه جوج سنتيم من هنا، وهنا راه غنقطعو عادي. نضيف جوج سنتيم من التحت، شي ما تكتش اضافه ديال جوج سنتيم، يعني نفس التقويره اللي حيدت من الكسوه راه كنضيفها هنايا، وإلا خدمت بالباترون راه نفس الخدمه. صحه وراحه مسيفه فاطمه الزهراء، صحه وراحه مريم، بقاو لنا لي مونش غادي نطلعو.